السلام عليكم أعزائي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير، أحبكم كثيرا. درس اليوم في التراكيب تذكير ودعم لتمييز العدد. نبدأ بالمثال الأول. تتضمن الخزانة 5 كتب. العدد 5 هو مميز، والمعدود اللي هو كتب تمييز، نسميه تمييز العدد. تمييز العدد، فالعدد 5 اللي هو مميز في نفس الوقت، نلاحظ أنه جاء مؤنث. تمييز العدد جاء مذكر، ومن هنا نلاحظ أن المميز يخالف التمييز. إذا كان المميز مؤنث يكون التمييز مذكر، وإذا كان المميز مذكر يكون التمييز مؤنث. نقول 5 كتب أو 5 قصص. وتمييز العدد هنا نلاحظ أنه جاء جمعا مجرورا، جاء جمع مجرور. لماذا؟ لأن الأعداد من 3 إلى 10 يكون معها تمييز جمعا مجرورا. الأعداد من 3 إلى 10 يكون التمييز مع جمعا مجرورا. والمميز يعرب حسب موقعه في الجملة، ففي هذه الجملة 5 تعرب مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وكتب إعرابها هو تمييز مجرور بالإضافة. ننتقل إلى المثال رقم 2. إذا في هذا المثال نقرأ أولا: قرأت 17 كتابا. فالعدد هنا 17 جاء عدد مركب، لأنه ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو الوحدات والجزء الثاني هو العشرات. فعدد 17 عدد مركب يوجد ما بين 11 إلى 19، وهي الأعداد المركبة، ويكون معها تمييز مفردا منصوبا. إذا الأعداد من 11 إلى 99 يكون معها التمييز مفرد منصوب، يكون التمييز مفرد منصوب. ثم نلاحظ هنا أن العدد المركب الجزء الأول منه، الجزء الأول منه يخالف التمييز، بينما الجزء الثاني يوافق التمييز. 7 مؤنث و10 مذكر وكتابا مذكر. كما نلاحظ في المثال التالي 9 تخالف التمييز و10 توافق التمييز. 17 كتابا، 19 نافذة، و17 تعرب حسب موقعها في الجملة. وفتح لك نعربها عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، وكتابا تعرب تمييز منصوب، تمييز منصوب بتنوين الفتح. ثم إذا هنا نلاحظ أن العدد من 11 إلى 99 ينقسم إلى 3 أقسام. الجزء الأول اللي هو العدد المركب، هو اللي شرحنا دابا في المثال رقم 2، والنوع الثاني هو ألفاظ الحروف، هو اللي غادي نشوفوا في المثال رقم 3. المثال رقم 3
إذا تكون ممتلكة لي. إذا نلاحظ في المثال التالي جاء 30 سائحا. 30 هو من ألفاظ أو من أعداد العقول. أعداد العقول هي 20، 30، 40، 50 إلى 90. إذا نلاحظ أن العدد سواء كان التمييز مذكرا أو مؤنثا يبقى على صورته، يبقى على صورته. وفي هذه الحالة كنعرف فاعل مرفوع بالواو، وسائحا أو سائحة تمييز منصوب في تنوين الفتح. إذا هنا 30 من ألفاظ العقول. وننتقل إلى الجزء الثالث وهو العدد المعطوف. العدد المعطوف ونقرأ المثال. لازلنا مع الأعداد من 11 إلى 99. فدائما مع التمييز يكون منصوبا مفردا منصوبا. إذا هنا في هذه الجملة العدد معطوف، لأن توجد هو والعطف الجزء الثاني معطوف على الجزء الأول، والجزء الأول نلاحظ أنه يخالف التمييز، خمسة مؤنث والتمييز مذكر. في الأعداد المعطوفة دائما نلاحظ الجزء الأول من العدد يخالف التمييز، نقول 45 طبيبا أو 45 طبيبة. وفي هذه الحالة تعرب 5 فاعل مرفوع، والواو والعطف 40 معطوفة على 5، وطبيبا دائما كنعرفوها تمييز منصوب بتنوين الفتح. وننتقل إلى المئة ومضاعفتها. يعني إذا المثال رقم 5 آخر مثال وهو التمييز مع 100 ومضاعفتها. كما نلاحظ في المثال حضر 100 سائحين. إذا هنا نلاحظ أن التمييز مع 100 ومضاعفتها يكون مفردا مجرورا. وطبعا أن العدد دائما يعرب حسب موقعه في الجملة. كما نلاحظ هنا حضر 100 سائحين، 100 فاعل مرفوع بالضمير على آخره، وسائحين تمييز مجرور بالإضافة. إذا نلاحظ أن سائحة جاءت مفرد مجرور. غرس الفلاح ألف شجرة، أيضا ألف مميز وهو جاء ألف من مضاعفة المئة، وشجرة تمييز مجرور بالإضافة. وسنقول متمدد. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس واستوعبتوا مزيان، والتمارين ستزيدونه في رابط الوصف. وشكرا لكم.